احتفالا بعيد رفع الصليب المقدس أقام النادي الأرثوذكسي في عبدون بعمان احتفالا دينيا بهذه المناسبة المباركة، اشتمل على العديد من الفقرات بحضور عدد محدود من الشخصيات الدينية والرسمية نتيجة الظروف الصحية الراهنة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الاحتفال السنوي بمناسبة عيد الصليب المقدس الذي أقامه النادي الأرثوذكسي في عبدون بالعاصمة عمان بحضور عدد من الأباء الكهنة الأجلاء ورؤساء الجمعيات الأرثوذكسية وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي. وفي مطلع الاحتفال رحبت منى زغلول عريف الحفل وأمين سر النادي الأرثوذكسي بالضيوف الكرام، معلنة بدء الاحتفالية بالسلام الملكي، تلاه دعاء افتتاحي لقدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمحافظة الزرقاء مباركا الاحتفال. أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في رحاب النادي الأرثوذكسي العامر وفي هذه الأمسية الجميلة المباركة لنحتفل معا بعيد رفع الصليب المكرم، هذا العيد الذي دأب النادي الأرثوذكسي على الاحتفال به سنوياً لترتفع في سمائه الصلاة الربانية ولينال معكم البركة الإلهية، فأهلاً وسهلاً بكم في عرينه. نبتهل إليك رافعين قلوبنا وأيدينا نحوك، فبارك بنعمتك سنة صلاحك والكهنة والملوك والجند والهيئة الإدارية لهذا النادي الذي يحمل اسم استقامة الرأي الأرثوذكسي وأعضاؤه وجميع العاملين فيه وجميع أبناء وبنات الوطن، وسلمنا من الجوع والوباء والحروب ومن الأعداء المنظورين وغير المنظورين، صارخين وهاتفين وقائلين بقلب واحد وفم واحد: خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. وعقب ذلك ألقى المهندس صفوان قاقيش نائب رئيس النادي الأرثوذكسي كلمة رحب فيها بالحضور، معربا للجميع عن سعادته بحضور صاحب السيادة والضيوف الكرام على الرغم من الظروف الراهنة التي حلت على العالم والبلاد، معتبرا أن هذا الحدث يعد انتصارا للكنيسة بشكل عام. بمناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وهي رمز مسيحيتنا وعنوان وجودنا، ألا وهي عيد رفع الصليب المكرم الذي دأب النادي الأرثوذكسي على الاحتفال به رسميا كل عام في مثل هذا الوقت من السنة مع جماعة المؤمنين، والذي سنستمر بالاحتفال به عاما بعد عام إن شاء الله. في ظل الظروف الراهنة وأن أرغمتنا جائحة فيروس كورونا المستجد على العزوف عن التجمع لإحياء هذا الحفل المهم، فإننا في النادي الأرثوذكسي سوف نستمر بالاحتفال بهذه الأعياد وبكافة الأعياد المهمة، آملين من الرعية المسيحية المشاركة عن بعد، لنوحد تضرعنا لإلهنا بأن يحمينا مما يدور حولنا الآن ويجنبنا أي تطورات مؤذية في المستقبل إن شاء الله. وبعدها ألقى المطران خريستوفوروس كلمة معايدة للجميع بمناسبة عيد الصليب المكرم الذي يجمع الأحبة في هذا البلد، متأملا سيادته بأهمية الصليب الذي كان عربون محبة من الله للإنسان فحوله من أداة عقاب إلى أداة خلاص. وقديش مهم بهاي الأيام الصعبة إنه نحن كمان
نحافظ على هذا العمق الإيماني للصليب. الصليب مش هو فقط علامة ولا هي خشبة اللي انصلب عليها الرب والمخلص يسوع المسيح، اللي كانت بالعهد القديم مصدر عار، واليهود انتقاماً من المسيح وبشاعة للتفنن في موته أرادوا أن يصلب وصلبوه. ولكن هاي العلامة، الصليب اللي كان هو لعنة، اتحول بالمسيح لمصدر نعمة قوة وبركة. الصليب هو حياة اللي نحن منعيشها ونحن منجسدها في حياتنا اليومية من خلال المحبة. الصليب هو بيعلمنا كيف نحب بعضنا البعض، كيف نضحي، وكيف نحاول هذا الترابط اللي يكون بيناتنا برباط المحبة، لأن الصليب هو الوحد ما بين الإنسان والله وما بين الإنسان والقريب، وفي المركز يسوع المسيح إلهنا المتجسد القائم من بين الأموات اللي انتصر على الموت بموته وأعطانا الحياة الأبدية. وختم سيادته كلمته بالتضرع للمسيح الإله أن يحول وباء كورونا إلى الخير، مخرجا الصالح منه ورافعا عن الوطن والعالم هذا البلاء، وأن يمنح الحكمة والمشورة الصالحة لقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وللحكومة ولوزارة الصحة وللكوادر الطبية وكل من يبذل جهدا لسلامة وأمن المواطن. ربنا يبارك كل مؤسساتنا، يحمي الوطن، يحمي كنيستنا المقدسة، يحمي كل إنسان مواطن في هذا البلد الغالي وفي كل العالم. ربنا يحمي جلالة الملك وكل القوات الأمن والجيش وكل الأطباء وكل الكوادر اللي عمالها بهاي الأيام بتبذل كل جهود حتى تحافظ على سلامة المواطن. ربنا بشفاعة ونعمة الصليب المكرم يحمي كل إنسان في العالم. أمين. كل سنة وأنتم سالمين. وبعدها قامت جوقة رقاد السيدة العذراء المفرق بقيادة المرتل الأول في شمال المملكة الدكتور رامي سماوي بإثراء الحفل بلوحة فنية رائعة من التراتيل البيزنطية الخشوعية التي تخص هذه المناسبة المباركة. وفي ختام الحفل بارك سيادته ثمار الرمان وأضاء شعلة النار في مشهد ختامي رائع، طالبا من الله بقوة صليبه الكريم المحيي أن يحفظ ويبارك الجميع.